يعني خلينا شوف، اول شيء خلينا نتفق، يعني في قلق تشعر ساعات بان في قلق من الخصخصه. لما تقول خصخصه تجد ان هناك تخاف، الناس تخاف على وظائفها. يعني انت اليوم تخصص يقول لك التاجر هذا اللي بيجي اول شيء بيقلل المصاريف فيفنش الكويتيين. عدل، انا بس ابي اطمن الاخوه المشاهدين، الاخوات والاخوه المشاهدين، اولا هناك قانون للخصخصه بالكويت، قانون 23/2010، قانون 23 صدر في سنة 2010، قانون نظم عملية الخصخصة ونظم حماية العاملين في القطاع العام ونظم ملك، إن الآن هذا المرفق لما يخصص مو يخصص يأخذه يشتري التاجر على مثل ما فضلت حضرتك، بس لا له حصة، لكن 40% من هذه المرفق راح يكون اكتتاب عام، بالتالي المواطنين راح يتملكون وراح يكون هذا عنصر إضافة يضيف الإيراد. احنا دائما نتكلم، أنا في هذه الوثيقة قلنا بأن هيئة الشراكة قاعد تنشئ مشاريع ضخمة، هذه المشاريع يسويها يصرف عليها المستثمر الأجنبي كشريك للحكومة، وتكون اكتتابها العام 50% المواطنين، يحقق إيرادات المواطنين. الخصخصة كذلك، القانون اللي موجود 23/2010 قانون ينظم بأن المواطنين يكونون شركاء في نسبة 40% باكتتاب عام في هذه المرافق، والعاملين في المرفق قبل الخصخصة يخيرون ويكون عند وفق القانون، يعني هذا مي قضية مزاجية بالقانون. فيعني فوائد الخصخصة كبيرة، ونعتقد بأن كثير منا لما يشتكي من خدمة قاعدين نحصل عليها الآن بالقطاع العام، أحد أسبابها بأنها يعني قاعد تدار بنمط وفكر القطاع العام، وهذا مو سالفة مو عيبا في الكويت، هذا في كل دول العالم. لذلك تلقى دائما عشان ترفع الكفاءة وترفع الخدمة يقوم يخصخصون. اليوم يعني اليوم مواني أمريكية تدار من قبل شركات إماراتية، مطارات في بريطانيا تملكها جزء تملك حصة فيها دولة الكويت، مطار لندن سيتي. اليوم القطاع الخاص لما يدير مرافق مثل هذا الحجم ومثل هذا يرفع الكفاءة ويرفع الخدمات. الكويت تملك في مطار لندن، لندن سيتي، لندن سيتي عندنا حصة معلن عنها. ومطارنا احنا ايش بيصير عليه؟ هذا جزء من المشاريع اللي احنا نتكلم ان خصخصة إدارة المطار ونطرحها لشريك ويكون تملك فيها المواطنين راح يملكون فيها، فيكون شركة عالمية هي اللي تدير مطار الكويت. هذه فكرة موجودة الآن مطرحة لإدارة مطار الكويت، خصخصة إدارة مطار الكويت. نتكلم خصخصة خطوط الهواتف الأرضية، نتكلم خصخصة البريد، إدارة إدارة المستشفيات مثل مستشفى جابر هم يعني تكلمتوا عنه. هناك مشروع، نعم هناك مشروع ويدرس، وبشكل يعني اهتمام بإدارة مرفق. فكرة أنه يكون إدارة شريك استراتيجي عالمي هو أنه يرفع كفاءة الخدمة للمواطنين.